ربي على الهواء. ايه ده؟ يا استاذه يا استاذه، كل سنه وانت طيبه. حاجه لله، ربنا يكرمك يا رب. رمضان خلص والعيد داخل علينا، مش عارفه معايا فكه ولا لا. ماشي، خد بس اهم حاجه تدعي لي. الله يخليك يا استاذ، ربنا يسرها معاكي دنيا واخره يا رب. خد يا ايه الفلوس دي كلها يا عم؟ ده الاستاذه اللي ماشيه هناك دي، ده معاها رزم. معاها رزم؟ طب بقول لك ايه، خد الفلوس دي. وبقول لك ايه، سيبك من جو الامتحان ده بقى. نعمل ايه؟ ياد مش بتقول انها معاها فلوس؟ ايوه. تعالى بس انا اقول لك هنعمل ايه. ماشي. وزير كل ده ما جاش، اتاخر كده ليه؟ هو انا هفضل مستنياه في الشمس دي؟ هي اللي واقفه دي؟ هي دي؟ اه. يا جمال يا جمال، بقول لك ايه، سيب انا الطلعه دي. خلاص؟ بقول لك يا استاذه معلش انا اسف، ما شفتيش بنت صغيره كده كانت بتلعب معايا هنا ومش عارف دخلت فين، هنا ولا هنا؟ ما شفتهاش؟ لا والله يعني مالها، مش عارفه يعني راحت فين. والله كانت قاعده معايا بتقول لك بتلعب ومنزلها الشارع ومش عارف راحت فين. الراجل ده حرام، وانا عارفه كويس. معلش ما تقلقش، ان شاء الله هترجع لك بالسلامه. هتلاقيها مثلا بتشرب ميه، بتشتري حق كاراتيه ولا بتشتري حاجه. ده كلها 6 سنين يعني. لا حول ولا قوه. طب ادور لك. نهار اسود يا مصيبتي، ادي الحالي. الراجل ده حرام وانا عارفه كويس، وكمان انا طالما انت عارفه وشايف كل حاجه ما نبهتنيش ليه؟ انا مصوره، انا مصوره. طب وهنعمل ايه بالفيديو ده؟ يا نهار اسود، الواد صوره. انا لازم امشي من هنا وارن على محمد بسرعه. طب انت دلوقتي صورته، هنعمل ايه بالصور ولا الفيديو ده؟ تعالى بس وانا هقولك. ايوه كده بقى، شوف الدنيا فيها ايه. ايوه يا هادي عبد، وانا اقول البت دي تقيله. ايوه بقى، ايوه محمد، انت فين يالا؟ الواد صورك. انت بتقول ايه؟ مين اللي صورنا ياه؟ يا ده افهم يا غبي، الواد كان واقف جنب البيت وصورك وانت مش واخد بالك منه. يا زفت انت. طب بقول لك ايه؟ غرفه نسيبها دلوقتي، انا جاي لك. يلا سلام. هعمل ايه دلوقتي طيب في التصوير ده؟ عايز اعرف احنا دلوقتي رايحين فين؟ رايحين لواو، وهو ان شاء الله هيجيب لك. يعني هو عارفهم او يعرف يتصرف معاهم؟ ايوه يعرف يتصرف معاهم. يلا بقى نشوف. ايوه. ايه ده يا احمد، انت كنت فين كل ده؟ ومين دي؟ اتفضل بابا. الست دي واحد سرق منها الشنطه وانا صورته، وكمان لو مش بتقبلني خدش في الفيديو. هو قال لي ان حضرتك تعرفهم وممكن تساعدني. استني. ايوه الواد ده انا عارفه. طب هيا يا استاذ، ايه الحل او نعمل ايه؟ بصي اهدي بس وانت ما تقلقيش، هات رقم حضرتك وانا هبكلمك. رقمي ايه؟ ما عرف تليفوني في الشنطه. طب انا دلوقتي عايز افهم، هنبلغ ولا حضرتك هتعرف تجيبهم؟ لا مفيش داعي بلغوا، حضرتك انت بهدلي نفسك. انا بصراحه اعصابي تعبانه، مش عارفه افكر ازاي. حاجتي دي فيها اوراق مهمه وفلوسي وتليفوني وكل حاجه. يا استاذه طب اهدي بس، انت دلوقتي تقدري تروحي واديني عنوانك وانا ان شاء الله هرجع لك الحاجه. طيب ماشي. ماشي؟ ماشي. احمد حبيبي هات ورقه وقلم من جوه بسرعه. يلا بس بالله عليك والنبي بسرعه، عشان الحاجات دي انا محتاجاها ضروري جدا. لا ما تقلقيش، ان شاء الله انا هجيبه لك وهجيب لك كل حاجتك كمان، مش هتنسى اي حاجه. يا رب مش عارفه والله اشكرك ازاي ساعتها. لا شكر ايه، ده انا اي حد ما كان يعمل اكتر من كده. بسرعه يا احمد. منين بس الحرام ده؟ اتفضل حضرتك، اكتب عنوانك. اهو اتفضل. طيب تمام. بالله عليك ما تتاخرش عليا، رد عليا ضروري. انا ارجع الحاجه وهاجي لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا. السلام عليكم. مع السلامه. احمد يا حبيبي. ايوه. امسك كده. خش انت جوه وانا راح اشوف الموضوع ده، انت مالكش دعوه بيه خالص. ماشي؟ يلا اقفل عن نفسك كويس وخد بالك من نفسك. والله هو ده غلبان قوي. ليه بس كده يا محمد يا اخي؟ ليه تعمل كده؟ خد العبد يا رب.
مشيت وراهم وعرفت راحوا فين ولا ايه؟ انا راجع امشي وراهم بس ما اعرفش هم راحوا فين. راجع ايه ورايح ايه يا راجل؟ يلا يلا يلا. الو ايه يا محمد؟ بقول لك ايه، كنت عايزك انت الواد اللي اسمه عبد اللي معاك ده. قلت له عايز ايه؟ عايزنا؟ خير ان شاء الله. ماشي تمام هنجيلك. لا هنجيلك ما تقلقش. ماشي حبيبي ما تتاخرش. سلام. ده عايزه كمان، ده عمره اساسا ما قال لي اي حاجه. ده مين ده؟ احمد، استاذ احمد اللي جارنا. بقول لك ايه؟ عايزك انت؟ لا عايز روح انت. انا حبيبي عايزنا احنا الاثنين. فوق بقى كده معايا. طب خلاص تعال نشوف يمكن عنده مصلحه حلوه ولا حاجه. يا ريت يصنع بوقك ربنا. تعال. خير يا استاذ احمد؟ اقعد يا رجاله. اتفضل يا استاذ احمد قول. عاملين ايه؟ عاملين كويسين يعني. عاملين ايه يعني؟ طب الحمد لله. بقول لكم ايه، من غير ما نطول على بعض، الشنطه اللي انتوا قلبتوها من الست النهارده، الشنطه دي ايه؟ والفيديو اللي انتوا صورتوه معايا، فالشنطه دي بقى باللي فيها يلزموني. فيديو ادام فيها فيديو ماشي يا عم، نجيب لك الشنطه بس كده. ايوه تعجبوني. خدوا بالكم لو فكرتوا تلعبوا بدلكم، انتوا عارفين بقى اللي هيحصل لكم ايه من ورا الفيديو ده. لا عارفين. ايه مش عاجبك الكلام؟ لا عارفين. بص يا كبير، ما تمسح الفيديو يا استاذ احمد كده من على التليفون ولا نجيب لك الشنطه. اما الشنطه تيجي واطمن ان الحاجه اللي فيها كامله، يبقى ساعتها نمسح الفيديو. ماشي يا استاذ احمد. بقول لك ايه؟ خمس دقايق بس واجيب لك الشنطه بالفلوس. ماشي مش عايز عوض. لا 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 ولا اي كلام من ده. عوض ايه بس؟ طب يلا حبيبي بسرعه. تعالى انت رحت فين؟ شكلك كده فلوس حلال وناوي ترجع لصاحبك. بس ايه؟ بس في فدايا، امال اخش السجن. هو محمد جاب لك اهو استاذ احمد. اه الشنطه اياه. بس اقول لك حاجه، قبل ما تاخد الشنطه عزف لي الفيديو. يا عم انا ما بحبش شغل العوا، انا كلمتي واحده، هاخد الشنطه واتاكد ان اللي فيها وكله تمام، الفيديو هيتحذف هعمل بيه يعني يا محمد؟ انت حلكم حاجه عشان اخدها منكم خلاص تاني. خلاص ادي له الشنطه يا محمد اديها له. ماشي 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 يا عبد. كل حاجه تمام كده؟ لا زي ما هي كده كله زي الفل. تقدروا تروحوا انتوا بقى. لا نروح فين؟ لا بقى امسح الفيديو. امسح لي الفيديو. هات نمسحه لك يا محمد عشان تطمن، مع ان مش على التليفون ده، التليفون التاني. ماشي انت علي يعني لعيبة. انا لو عايز العب العوا معاكم ما كنت قلت لكم مسحته وخلاص. انت لعيب يا استاذ احمد. اهو يا عم محمد عشان تتاكد. تمام كده. عسل المسودات حلوه. يلا وريني يا النهارده. يلا يا عبدو نهبق من الحته دي بسرعه. ايه. انا معاها اقعد الشنطه معاه. ايه ولاد ليه؟ كنت عايزين تكمروا على كل ده. تعالي تعالي يا حبيبة قلبي. اوبا ايه ده بابا؟ انت رجعت الشنطة؟ اه يا احمد حبيبي رحت جبتها منهم. طب كويس يا بابا. طب احنا كده بقى هندي الشنطة دي للست دي. انت طبعا عارف عنوانها صح؟ نعم. لازم نروح لها. لا يا احمد حبيبي نودي الشنطه دي للست دي. الشنطه دي حلال علينا باللي فيها. ايوه حرام عليك يا بابا. احمد يا غيبني ما تخشليش بقى في جو حلال وحرام. انا تعبت عشان جبت الشنطه دي، وبعدين هو انا بعمل كل ده عشان سواد عيونها يعني؟ ما هي كده كده باين عليها وليها متروشه ومعاها كتير، يعني دول بالنسبه لها ولا حاجه. يعني انت ما تقبل على نفسك حرام؟ قلت لك يا احمد خلاص انا خلاص. هو انا اللي سرقتهم منها يعني؟ انا اللي رحت يا ابني جبتهم من البلطجيه. دول حلال علينا وصح. امسك التليفون بتاعك اهو، وانا حذفت الفيديو من عليه، وشيل بقى الموضوع ده من دماغك خالص. ماشي نكمل بالخير اللي في الشنطه. اوبا 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 اوبا. اهلا بكل المتابعين، انا احمد اشرف رجعت لكم من تاني، وكل اللي عايز اوصل لكم الفيديو ده، وعايز اعرف منكم مين الغلطان، بابا ولا الست اللي ورت للراجل الفلوس؟ رايكم يهمني في الكومنتات.